أبناء العم فصلوا الكهرباء وبدأوا الحرب. هنقول إيه اللي حصل في معركة السبعين بالفيوم. بالظبط كأنها حرب صحى عليها أبناء نجع السبعين في قرية العزيزية بمركز طمية في الفيوم. ومكانش الناس تعرف في إيه. وبعد انتهاء كل حاجة، اتنين بقوا في قبضة الأمن متهمين بإنهاء حياة ابن عمهم. التفاصيل الكاملة تلقى اللواء ثروة المحلاوي مدير أمن الفيوم، اختار من شرطة النجدة بوفاة هاشم محمد عبد العاطي 29 سنة فلاح مقيم بنجع السبعين التابع لقرية العزيزية في مركز طمية بالفيوم في مشاجرة مع أبناء عمه، حيث تم تشكيل فريق بحث بقيادة المعميد هاني تعيلب رئيس فرع البحث الجنائي لقطاع شرق الفيوم، شارك فيه العقيد محمد ثروت عبد الفتاح مفتش مباحث طمية. وكشف تحريات أجهزة البحث الجنائي بتفاصيل المعركة. قبل أيام في نجع السبعين التقى هاشم محمد عبد العاطي 29 سنة فلاح مع ولاد عمه نور 38 سنة وسعيد 40 سنة، اللي أخبروه برفضهم قرار الجمعية الزراعية، يعني في قطعة أرض من حيازتهم إليه، طالبين إن هم يستردوها، يعني كان في قطعة أرض عنده عايزين يستردوها منه، فرفض وتشاجروا مع بعض قبل أن الأهالي تحوش بينهم. عاد الشقيقين في نيتهم الشر وخططوا الانتقام من ابن عمهم، قاطعين العزم على قطع التيار الكهربي عن بيته، وبعد كده حملوا الشوم وتوجهوا إليه، وكان هو كمان بيعد لهم برضو المشاجرة، وبدأت المعركة. طبعا كان في مشاجرة حجبت الرؤية، وكان في يعني الجو كان فيه زي أتربة، وحاول الأهالي برضو إن هم يهدوه هو وولاد عمه. والشقيقين أصابوا ابن عمهم اللي سقط طبعا مدرج في دمه قبل أن ينقل المستشفى طمية المركزي، وتوفى هناك متأثرا بإصابته. وألقي القبض على المتهمين الاثنين، وأودع جثمان المجني عليه في مشرحة المستشفى ذاتها، وحيل القضية إلى أحمد زغلول رئيس نيابة طمية المباشر للتحقيقات.